لا شيء يشغل زعيم كوريا الشمالية أكثر من مواجهة أعدائه، فأمام عدد من القادة العسكريين وقف كيم جونغ أون ليأمر بتعزيز قدرات الردع العسكري لبلاده بطريقة أكثر عملية وهجومية على حد قوله. لا خيار أمام العسكريين سوى الاستماع لزعيمهم الذي وصف تحركات الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية العسكرية بالمشبوهة والتصعيدية وتحاكي حربا شاملة ضد بيونغ يانغ. غضب كوري شمالي متصاعد يأتي في وقت تجري فيه القوات الكورية الجنوبية والأمريكية مناورات الربيع السنوية منذ مارس الماضي، وتتضمن تدريبات جوية وبحرية بمشاركة ناقلة طائرات أمريكية وقاذفات قادرة على حمل رؤوس نووية، كما أجرتا أول تدريبات على إنزال برمائي واسع النطاق منذ 5 سنوات. أنشطة ردت عليها بيونغ يانغ في الأسابيع الماضية، حيث أزاحت الستارة عن رؤوس حربية نووية جديدة صغيرة الحجم، إضافة لاختبار ما وصفتها بأنها مسيرة هجومية قادرة على حمل رأس نووي وشن هجوم تحت الماء، كما أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات قادرا على ضرب أي منطقة في الولايات المتحدة بحسب المسؤولين الكوريين.